صندوق الإسكان الزخم اللي يكون عليه يعني حال ما نفتح رابط التقديم بكل تأكيد هو نتيجة أنه الصندوق يمنح هذه القروض بدون فوائد، يعني يختلف عن باقي المصارف الأخرى. لذلك يعني تحديد المبالغ اللي تسترجع من المواطنين اللي مستلمين قروض سابقا حال ما تكون هناك سيولة لدى الصندوق بكل تأكيد يفتح الرابط، وإحنا فتحناه يعني قبل فترة ولا زال يعني في يعني العدد اللي تقدمه، وتقريبا يعني احنا حاليا 13,000 معامله اكملناها ولا زال 4,000. ما تم تخصيص مبالغ في هذه المبالغ مخصصه ل 17,000 حقيقه، يعني تقريبا 900 مليار زي اللي مخصصيها. لكن ايضا يعني البنك المركزي مؤخرا يعني هناك بعض السدادات اللي مستحقه على صندوق الاسكان من خلال قرض المبادره اللي كان البنك يعطيها، ايضا اجل السداد لمده 5 سنوات. بكل تاكيد هذا راح يعطينا اريحيه انه تكون هناك سيوله نقديه يعني خلال هذه ال5 سنوات، انه ولو انه يعني رغم انه المبلغ حقيقه هو غير كافي، لان يعني مثل ما تعرف يعني عدد الطلبات اللي تجينا هي اعداد كبيره جدا، وحتى المبلغ يعني بسقف الاعلى المبالغ 60 مليون يعني هو بمثابه مساعده للمواطنين